يعطيك العافية مشتركي قناة جي اي اس اتش يو. راح نشرح بهذا الفيديو بعض الاجهزة العملية ممكن نستعملها في حساب التبخر وحساب محطات رصد المطر او حساب درجات الحرارة وسرعة الرياح موجودة عندنا في كلية الموارد الطبيعية في الجامعة الهاشمية. الموجود عندنا بالفيديو الان اللي هو البان ايفابوريشن، لاحظوا احواض التبخر عبارة عن حوض معدني مصنوع من مادة المعدن بقطر يتراوح بين نص متر الى واحد متر، والموجود عندنا هون تقريبا قطره واحد متر. لاحظوا البان ايفابوريشن سمكه تقريبا او ارتفاع الموجود تبعه حوالي 30 سنتيمتر، بامكانك تعبيه مي ليفل معين زي ما انتم شايفين هون الان البان معبى ميه، لان هذا البان بتعبيه ميه بليفل معين بتقيس قديش كان الدبث بداية اليوم. بتيجي طبعا بتقيس بالمسطره مثل ما موجود عندنا هون بالفيديو، بتقيس الدبث بالمسطره قديش طلع معك، بعدين بتسجله بسميها دبث انيشال. بتيجي ثاني يوم بنفس الوقت نفس الساعه بتقيس ايضا دبث فاينل بنفس المسطره الموجوده عندنا هون وبتسميه دبث فاينل. فالايفابوريشن من البان يساوي دبث انيشال ماينس دبث فاينل. مثل ما انتم ملاحظين انه البان مصنوع من ماده معدنيه اللي هي ماده الحديد او الصاج او الالمنيوم، وهذا المعدن بيسخن مع الشمس وبالتالي سخونته او حرارته بتاثر على قراءه الايفابوريشن المسجله موجوده عندنا. لهيك لازم اضرب البان او الايفابوريشن بان اللي حسبته قبل شوي بطرح الدبث انيشال من دبث فاينل، اضربه بمعامل بسميه البان كوفيشنت وهو بتراوح بين 0.6 و 0.8، وهذا الكوفيشنت ايضا بيكون موجود مع البان لما تشتريه او بيكون مطبوع عليه نفسه. الان مثل ما انتم لاحظين البان مرتفع عن الارض قليلا، حاطين تحتيه بعض الطوب او خشب معين بحيث يرتفع عن سطح الارض عشان ما يتاثر مع سطح الارض الموجوده علينا عندنا موجوده، فبنرفعه تقريبا 10 او 15 او 20 سنتي عن سطح الارض بحيث ما يتاثر القراءه تاعت الايفابوريشن. وايضا تلاحظوا انه البان مغطى بشبك بحيث انه يمنع الحيوانات مثل القطط او الطيور انها تشرب من المي وبالتالي بتاثر على قراءه الايفابوريشن اللي عندي. ايضا بحد البان لازم يكون في عندنا ووتر سبلاي او ووتر سورس مثل هاي الحنفيه الموجوده عندنا. هاي الحنفيه الموجوده بامكانك تزود منها المي في حال نقصت المي موجوده عندك، والكاس اللي هون موجوده ايضا بامكانك انك تعمل ريموف للووتر. طبعا حاله اضافه الماء او الريموف للووتر من البان بتصير كالاتي: لما اسجل قراءه الايفابوريشن للبان اليوم ويتلاقى المي نقصت، الان بتسجل قراءات وبتظبط كل شيء، بعدين ترجع تعبي المي لنفس المنسوب الموجود عندك عشان تعمل منتين للووتر ليفل، يعني بتثبت الليفل تبعك مثلا على 28 سنتي وتصير كل يوم شو ما نقص عن 28 تزوده. الان الريموف للووتر في حال كان جاي عندنا يوم في مطر وما في ايفابوريشن وزاد المطر، فطبعا المطر بيؤدي لارتفاع منسوب الماء في البان الموجود عندي، فاذا طلع عن 28 لازم ارجع اشيل منه ووتر اخليه لحد 28 سنتيمتر. وهاي الادوات اللي نستعملها بالبان ايفابوريشن لازم طبعا يضل مغطى موجود عندي بحيث انه حكينا يمنع الطيور او الحيوانات انها تشرب من هاي المي او يمنع الاجسام او الاوساخ ممكن تسقط فيه وتأثر أيضا بالقراءة الموجودة عندي. ننتقل الآن لجهاز آخر. لاحظوا الآن اللي عندنا هون موجودة بالصورة هاي عبارة عن محطة رصد مطر لكنها من نوع نان ريكوردينج أو غير المسجل. محطات رصد المطر غير المسجلة لاحظوا منصوبة على ترايبود أو اللي هو الثلاث الأقدام الموجودة عندنا هون، مثبتة بطوبة عشان ما تتحرك مع الهواء. لاحظوا المحطة عبارة عن زي سطل أو زي وعاء معدني كبير وفي محقان، وهذا المحقان فيه يحتوي على ثقب بحيث إنك تقدر تدخل المسطرة. طبعا جوا هون في عندنا بيكر أو السلندر اللي حكينا عنه بيقيس المطر، بتدخل المسطرة فيه زي هيك بتقيس منها قديش عمق المي او المطر اللي نزل معك، وبترفع المسطره بتلاقي طبعا مبين معك هون على الارقام كيف صار عندك التغير بالدبث تاع الرينفول، وبتسجل القراءه عندك اليوميه طبعا خلال فتره زمنيه انت بتكون حاسبها مزبوط. وطبعا بتفضي المي من البيكر بعد ما تخلص من اليوم عشان تسمح للرينفول تسجل ثاني يوم يكون بلش من الزيرو. ايضا نيجي الان لجهاز اخر موجود عندنا هون اللي هو جهاز الانيموميتر وهو جهاز قياس سرعه الرياح. لاحظوا انه اليوم الدنيا هواء عم بيتحرك معنا الجهاز باتجاه الرياح الموجوده عندي، وهذا الانيموميتر عليه القراءة من هون اللي هي ضرب 100 متر وندرا، وهاي القراءة بتستعملها عشان تحسب منها سرعة الرياح الموجودة عندك أي وحدة بدك إياها بينما بالمايل أو بالكيلومتر كل ساعة. أيضا جهاز آخر بسيط اللي هو بمثلنا اتجاه الرياح الموجودة عندنا هون. لاحظوا اتجاه الرياح عبارة عن سهم، جهاز اتجاه الرياح عبارة عن سهم، وهذا السهم عليه اللي هو النورث والإيست والساوث الاتجاهات الأربعة، ومن هذا السهم تقدر تعرف اتجاه الرياح بأي لحظة أنت واقف عند المكان الموجود فيه القياس أو مؤشر اتجاه الرياح. معظم الأجهزة. نيجي للجهاز الأخير اللي هو بسموه كشك الرصد الجوي. طبعا لأن هون كشك الرصد الجوي مش متقدم تكنولوجيا نوعا ما حديث، في واحد أحدث رح نشرح فيديو آخر إن شاء الله، بس هذا اللي عندنا كشك الرصد الجوي اللي هون بيفيدنا في حساب اللي هو الرطوبة درجة الحرارة والرطوبة النسبية درجة الحرارة المشبعة. يعني نفتح الآن كشك الرصد الجوي رح يكون مغلق بحيث إنه ما يتأثر بالعوامل الخارجية بشكل مباشر، لازم يكون مظلل بالظل. لاحظوا عندنا هون ميزان الحرارة، درجة الحرارة،
في عندنا ميزان الويت والدراي بلب اللي هم اللي بحسب لك الميزان، مقياس الحراره الرطب، مقياس الحراره الجاف، ومنه عشان تحسب عندك اللي هو الرطوبه النسبيه، وتحسب درجه الحراره وتحسب درجه الندى الموجوده عندك. وايضا هون في عندنا ميزان حراره عادي. لاحظوا هون الحراره عندنا اليوم تقريبا حوالي 10 او 12 سيليسيوس ديجري، ممكن منها تحسب شغلات ثانيه باعتماد عليها. هاي اغلب المعلومات اللي نحتاجها في حسابات التبخر، درجه الندى. ولاحظوا انه كل هاي العوامل ايضا بتعتمد عليها اللي هو التبخر موجود عندنا. هيك بكون انهينا شرح معظم الاجهزه ويعطيكم العافيه.